أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. سنبدأ من فرنسا. ففي جنوب غرب فرنسا توجد قرية اسمها لوندي، يعيش فيها 120 شخص جميعهم مصابون بمرض الألزايمر. طبعا حمانا الله جميعا وإياكم. أكيد راوية، سكان هذه القرية يخضعون لرعاية صحية ودراسة مستمرة لمتابعة تطور المرض، كما دفعت الحكومة الفرنسية 22 مليون دولار لإنشاء هذه القرية. افتتحت هذه القرية مشاهدينا قبل عامين، وبها أسلوب حياة يعمل على التأثير الإيجابي على حياة المرضى والسعي طبعا للعلاج. مرض ألزهايمر الذي يعتمد على عدة طرق لتشخيصه دخل الذكاء الاصطناعي في عملية الفحص عبر التشخيص بالكلام والتسجيلات الصوتية. تفاصيل أكثر عن هذا التطور العلمي المهم، تسجيل الصوت يكشف احتمال الإصابة بألزهايمر، مع الزميلة الريان الظاهر. إليك الريان، صباح الخير. شكرا يا نور، صباحكم صباح نور خير. راوية أهلا وسهلا، تحياتي. تخيلوا باستخدام بيانات الكلام يمكن التنبؤ بتطور الاختلال الإدراكي البسيط إلى مرض ألزايمر. دراسة حديثة راقب الباحثون خلالها 166 شخصا يعانون من شكاوى إدراكية بسيطة، خضع كل فرد منهم لاختبار مدته ساعة، تم تسجيله وتخزينه رقميا، طبعا مع توفر معلومات التعليم وعوامل الخطر الصحية والبروتين الدهني، وتم تصنيف كل جملة وفقا للاختبار المحدد لإنشاء متوسط الدرجات، ومن ثم التنبؤ باحتمالية تطور حالتهم من اختلال عقلي بسيط إلى مرض ألزايمر. وفي غضون 6 سنوات تطورت الحالة 90 شخصا إلى الخرف المرتبط بألزايمر، من أصل 166 مريضا مصاب بالاختلال الإدراكي. الإناث التي أصبنا بألزايمر كن أكبر سنا بنحو 6 سنة وأربعة أشهر في المتوسط من الذكور. الباحثون أكدوا أهمية إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج والتحقق من إمكانية تعميمها. طبعا الطرق الشائعة والمعتمدة حاليا للكشف عن الإصابة بالمرض هي الاختبارات الذهنية والاختبارات الجينية أو المعملية أو التصوير. الآن إليكما ونفتح الملف. شكرا لك يا ريان. مشاهدينا نرحب الآن بضيفنا في الاستوديو، استشاري أمراض مخ وأعصاب الدكتور أحمد عبيد. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك معنا في صباح العربية. صباح النور. طيب يعني بالفعل إذا ثبت فعالية هذه الطريقة للكشف عن مرض الألزايمر بوقت مبكر وحتى قبل ظهور الأعراض، هذا رح يكون شيء رائع. ولكن خلينا ندخل في الموضوع على طول. إذا أنا شخص عرفت بأنه بالفعل أنا مصابة بالألزايمر، وحتى لو يعني زي ما بقولوا early onset اللي هو بمراحل مبكرة جدا لسه قبل ما توضح هذه الأعراض، شو ممكن أعمل؟ كيف ممكن أتعالج أو أبطئه أو أوقفه لهذا المرض؟ مرض الألزايمر من الأمراض التنكسية للجهاز العصبي، والأهم من العلاج أنه إحنا نقدر نشخص بدري عشان نقدر نعمل وقاية مناسبة من المرض. التشخيص المبكر ممكن يبقى ناتج عن أنه إحنا بيبقى عندنا صعوبات في الإدراك أو الذاكرة أو التركيز أو القيام بالمهام الحياتية اليومية بطريقة بتعوق ذلك. لو حد حس بأن الأعراض دي بدأت تحصل معاه، والمهم جدا أن بعد سن 60، لأنه ده بداية التشخيص 90% من الناس المصابة بالخرف أو بالألزهايمر، مش قبل كده، مع أنه ممكن يصيب ناس قبل سن 60، قبل سن 60، ولكن بيكون الموضوع وراثي في عائلات محددة، مش بالضرورة أنه يكون الخرف الشائع اللي بنشوفه أكتر. فبالتالي لو شخص بعد سن 60 شعر بأنه هو مش قادر يقوم بالوظائف الحياتية اليومية أو بينسى بشكل زيادة عن اللازم، دي علامة خطر أن احنا عندنا إصابة أو في احتمالية إصابة بمرض الألزهايمر. طيب لو حضرتك رحتي زرتي طبيب أو عملنا أي فحوصات طبية أو أي حد اكتشف أنه عنده قابلية للإصابة بالألزهايمر أو في مرحلة مبكرة من الألزهايمر، يعمل إيه؟ أهم نصيحة ونقطة حابين نأكد عليها أنه هو يظبط نظامه الغذائي بحيث أنه دايما يبقى الغذاء بتاعه متوازن، ويبعد عن
اللحوم المصنعة والسكريات ويحافظ على نظام رياضي متزن ويحافظ على جودة النوم في خلال اليوم ويحافظ على النشاط الذهني. زي ما نقول كل ما ندرب العقل زي ما بندرب الجسم كل ما العقل هيبقى يستمر في التطور والنمو. شو يعمل يعني يقرأ يعمل كلمات يقرأ متقاطعة يحل ألغاز يحل كلمات متقاطعة يستعمل الكمبيوتر حتى لأنه استعمال الكمبيوتر في الوقت الحالي في بعد سن 60 أثبت أنه بيأخر كتير من تطور مرض الألزهايمر. نحن لو حكينا قبل سن 60 حتى هلأ حاليا يعني بين جيل الشباب أمرار بيحكوا على سبيل النكتة أنه معي ألزهايمر يعني أنا صحيح. بنسى أسماء بنسى وين حطيت مفاتيح السيارة مثلا بنسى شو أكلت مبارح تماما. فممكن هاي الأشياء أو في مؤشرات أو علامات نحن ممكن نلاحظها بحياتنا اليومية بتدلنا أنه يمكن نحن نكون على طريق ألزهايمر. أي حد مننا في السن ده مع سرعة الحياة أو إيقاع الحياة السريع وارد جدا أن هو يحصل له نسيان مؤقت لأنه بيتعامل مع أكتر من إنبوت في وقت واحد أكتر من هو بيفكر في حاجة وبيعمل حاجة تانية ودماغه مشغولة بحاجة تالتة فطبيعي أن المخ يحصل له نوع من أنواع البلوك أن هو بيعمل سيليكشن لإيه ايه الذاكره اللي احنا هننقيها وندخلها دماغنا ونحتفظ بيها وايه الذاكره الاخرى اللي ممكن ما نحتاجهاش. ده طبيعي عندنا كلنا. امتى بيصير مو طبيعي الموضوع؟ لو اثر على الوظائف الحياتيه اللي هي اثر على شغلنا اثر على اهتمامنا بالبيت او بالاولاد بشكل متواصل وليس متقطع. متواصل يعني كل يوم لفتره طويله انه كل يوم احنا عندنا مشكلة بتحصل بسبب نسيان أو بسبب نقص تركيز بشكل يومي. طيب ذكر دكتور بأنه يعني جزء مهم جدا من الوقاية خلينا نقول وحتى التعامل مع العلامات الأولى أو المراحل المبكرة جدا من مرض الألزهايمر اللي هو اللايف ستايل. مظبوط. طيب غير اللايف ستايل هل في شيء نقدر نعمله أي مكملات غذائية نأخذها شو ممكن نعمل أكتر من هيك أو علاج مثلا؟ المكملات الغذائية تعتمد في الدرجة الأساسية على الأغذية المليئة بالأوميجا 3 زي الأسماك والأغذية المليئة بالفلافونويدز والأحماض الدهنية أو الدهون الغير مشبعة زي الموجودة في الوالنوتس أو المكسرات بصفة عامة. الخضروات الورقية برضو من الأغذية الممتازة جدا اللي فيها مضادات أكسدة هتفيدنا كتير في تقليل خطر الإصابة. يبقى العامل الأساسي هو كل ما احنا بنستعمل عقلنا بشكل مستمر ومتواصل ومتطور كل ما بينمو شبكة جديدة من الخلايا العصبية أو من الوصلات العصبية اللي بتقلل خطر الإصابة مع الوقت. على هيك مش لازم نتقاعد على سن 60 أنا بقول على 80 منيح. التقاعد هو تقاعد مجرد وظيفي لكن العقل لا يتقاعد. الدول المتقدمة دايما بيبدأ بعد سن 60 هو يتعلم حرفة جديدة ياخد مهارة جديدة يتعلم لغة جديدة عليه كل ده بيبدأ بعد سن 60. قبل ما يداهمنا الوقت أنا حابة أعرف رأيك بهالتكنولوجيا الحديثة هي الاتجاه نحو الكشف عن الاحتمال الإصابة بألزهايمر من خلال التسجيل الصوتي لوين عم نتجه وشو التحديات قدام هي التكنولوجيا وكيف رح تساعدنا بحياتنا هي البداية طبعا يعني أكيد الذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ من التشخيص الطبي بشكل واضح وقوي في مختلف الأمراض على مختلف الأصعدة. الذكاء الاصطناعي أخذ بيانات من مرضى من سنة 2005 في الدراسة اللي الزميلة تكلمت عليها وحللتها بحيث أنه هو يقدر يكتشف أي أخطاء متوقعة أو المرضى دول وقعوا فيها خلال الكلام نفسه أي خلل في مفردات اللغة أي خلل في الجزء المعرفي أو الاختبارات المعرفية ويتوقع بيها أنه المريض ده بعد 6 سنين أو بعد 7 سنين هيحصل له مرض الألزهايمر. ده بيودينا لنقطة مهمة جدا انه وانس ان المرض ده وصل لمرحلة معينة بيكون حتى الآن ملوش علاج ما نقدرش نعالجه ما فيش دواء يقدر يرجعنا للوضع الطبيعي. لكن لو اكتشفنا المرض في مرحلة مبكرة في أدوية حديثة بدأت تبقى في السوق دلوقتي تقدر توقف تطور المرض. أوكي. فبالتالي لو شخصنا بدري نقدر نعالج بشكل مناسب أو نوقف تطور المرض. شكرا جزيلا لك استشاري أمراض مخ وأعصاب الدكتور أحمد عبيد. شكرا لك استوديو. شكرا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا، الآن وصلنا إلى أخبار من هنا وهناك. طبعا نرحب بزملائنا اللي رح يشاركونا هاي الفقرة، ليث وحنين. طبعا صباح الخير. وأكيد في عنا موضوعات كتير. ليث، شو نوعية الموضوعات؟ مختلفة، هلأ بتشوفوا في موضوع تشكيل. أنا عم بستنى مواضيع كلهم نستنى دقت تفضلي شوي. المواضيع ما كتير عاجبتك؟ لا، في اثنين عاجبيني وفي واحد مش عاجبني. خلينا نشوف المواضيع. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر من خلال دراسة كشفت أن نحو ثلث البالغين في العالم لا يمارسون نشاطا بدنيا كافيا، ما يهدد صحتهم البدنية والنفسية، وتفوق نسبة هؤلاء 50% في عدة دول. مدير إدارة تعزيز الصحة في المنظمة قال أن الخمول البدني يمثل تهديداً صامتاً للصحة العالمية، وبحسب الباحثين إذ استمر الاتجاه الحالي فإن مستويات الخمول سترتفع إلى 35% بحلول عام 2030. هذا الخبر الأول. العالم يتجه نحو الكسل يعني، ومع نمط الحياة، يعني مع نمط الحياة السائد في العالم، يعني بعتقد أنه من كل فئات العمرية عندهم نفس المشكلة. جلوس وراء الشاشات كل الوقت، حتى هلأ التسلية صارت عبر الشاشة والجهاز، ساعات العمل الطويلة. هو بالمناسبة هو رابع سبب للوفاة المبكرة، الخمول البدني. طبعاً. طيب هلأ فقرتنا بدأ أعمل سيلفي عشان تشوفوا الموضوع. ليش على السلفي؟ سلفي جماعي. سلفي جماعي، بس شوفوا احنا بعاد عن بعض بالضبط. لا شك أن صور السلفي الجماعية ممتعة وذكرياتها تبقى طويلا، لكنها قد تقدم لنا هدية غير مرغوب بها، قمل الرأس. وبحسب تقرير نشر في موقع SFIST، فإن الاعتقاد السائد طبيا أن قمل الرأس يصيب الطلاب في المدارس الابتدائية بسبب صور السيلفي الجماعية، حيث يضع المراهقون رؤوسهم قرب بعضهما ما يسبب العدوى. ما هي مشكلة يعني القمل هاي، هو مؤذي جدا، العدوى بتطير يعني. طبعا اللي عنده اولاد رح يعرف انه لا مفر من ذلك. الامل رح يجي على البيت، بمرحله معينه للاسف كثير. مثل الانفلونزا يمكن، مثل الانفلونزا يعني خلص بالضبط. لازم ننصاب فيه. بس هلا الفكره انه صار عم بيصابوا فيه مو بس طلاب الابتدائيه، لانه كثير بيقربوا رؤوسهم من بعض، حتى الكبار، طلاب المدارس المتوسطه والثانويه وحتى الجامعات والملام، صور السيلفي الجماعيه. هم عم بيحاولوا يحدوا من السيلفي بالعالم، بس في لها حل على فكره. انت زعلانه على الموضوع؟ انا بقول الاسباب كثيره للقمل. صحيح. يعني السيلفي ممكن واحده منها، فعلوا في اسباب اخرى. كل الاطفال بالمدارس بيختلطوا مع بعض، وبتقدريش طبعا. بس لها حل حلو، الواحد يكون بعيد ورا ديمنشن، تكون ابعد شوي، بتبين كانها سيلفي. يعني ما ضروري انت تلزق راسك براس بحدك. ولما يكون عده اشخاص مثلا 5 6 في السيلفي رح يكون صعب. والاخر كلكم بالكادر. بالضبط. صحيح. وخبرنا الاخير، رحله للعلاج تحولت الى ماساه، ماساه عائله سعوديه توفيت فيها سيده تدعى فاطمة العجل تحت تأثير تداعيات عملية شفط الدهون بأحد المراكز الطبية في القاهرة. السيدة المتوفاة وبحسب زوجها زارت القاهرة لإجراء عملية شفط الدهون، حيث لم تكن تعاني من أي أمراض، لكنها ماتت في العيادة التي أكد الزوج أنه تقدم بشكوى ضدها بتهمة الإهمال، مطالبا بتشريح الجثة. والله هذا خبر محزن، خبر عن جد مأساوي. الله يرحمها. وبس هذا موضوع كتير مهم أنه يعني نتوقف عنده. ضحايا كثار. طبعا مهدد للحياه، يعني بانه بيروحوا علشان يحسنوا حياتهم بانه يخسروا وزن وما الى ذلك، وللاسف بيخسروها. على كل حال مشاهدينا، احنا معنا في الاستوديو استشاري الجراحه العامه وجراحه المناظير وجراحه السمنه. طبعا اهلا وسهلا فيك دكتور معنا، دكتور ناظم الرفاعي. كثير تتكرر هذه الحوادث، اكيد نسبه وتناسب يعني من كم العمليات اللي تجرى لشفط الدهون ومعالجه السمنه، في نسبه معينه للاسف بتفشل وبتنتهي بوفاه المريض. هل المشكله بالفعل هي اهمال، ولا في مخاطره، في ريسك لهي العمليه بغض النظر عن جوده العياده او المستشفى وشطاره الطبيب؟ أنا بصراحة صدمتوني بالموضوع. أنا لما سمعت موضوع السمنة فكرت هيك، يعني طلع الخبر صاعق. يعني أنا بصراحة أكيد شفط الدهون بشكل عام
من الإجراءات اللي بتنعمل بشكل روتيني. بس مثل أنا دائما بقول مثل قيادة السيارة، يعني أنت بتعتقد قيادة السيارة هي شيء آمن ولا خطر؟ قيادة السيارة أخطر من قيادة الطائرة على فكرة. بصير هي بصراحة بصير خطرة لما الناس تتجاوز، يعني أنا لما بمشي بالسرعة المطلوبة ومنتبه وبتقيد بالقوانين، ما بمسك موبايل ما بلتهي، ما بصير مشاكل. ومع ذلك بصير ديزاستر. مثل عمليات شفط الدهون، عمليات شفط الدهون عمليات آمنة، بس للأسف أنا بتهم طبعاً وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وبعض ضعاف النفوس من الدكاترة اللي أحياناً بيتجاوز الحدود. عملية شفط الدهون آمنة بالشروط تبعها، اللي هي لازم الناس تعرف شفط الدهون ليست عملية لإنزال الوزن أبداً. يعني أي حدا عنده وزن زايد ما يفكر يروح يعمل شفط الدهون. شفط الدهون هي عملية تجميلية لإزالة مناطق معينة من الجسم، مثلاً بطنه شوي بارز، في ترهلات في الجلد، بنعمل عملية. الشروط حتى بحسب هيئة صحة دبي والتوصيات العالمية لازم تكون كتلة الجسم لحتى أنا أدخل على عملية شفط الدهون تكون أقل من 29، يعني المريض بيكون عنده تقريبا ماكسيمم 12-13 كيلو زيادة. بس ما بروح أنا لمريض وعنده وزنه 100 أو 110 أو أوزان عالية بروح بعمل شفط الدهون. ليش؟ شو ممكن يصير؟ عملية شفط الدهون بصير فيها احنا عم نذوب الدهن وتذويب الدهن عم يحتك الدهن مع الأوعية الدموية اللي جوا، فبيتم فتح الأوعية، فممكن يصير معنا شيء كثير خطير اسمه الصمة الشحمية. انا طبعا ما بعرف تماما، انا طبيب وبهتم بالتفاصيل، ما بعرف شو السيناريو تبع المريضة، لأن في اسباب ثانية. بس هي اول شيء مثلا الصمة الشحمية نتيجة تذويب الدهون بتدخل القطرات من الشحم على الهاي وبتروح على القلب، السكر الوعاء، وفاة مفاجأة بتعمل. طبعا نحن كيف بنختار الطبيب والعيادة المناسبة لإجراء هاي العملية؟ أنا يلي قريته بالخبر إنه السيدة المتوفاة الله يرحمها والله يصبر أولادها طبعا سافرت على القاهرة، تشجعت من قبل مؤثر على السوشيال ميديا، أحد المشاهير على السوشيال ميديا نصح بهي العيادة بالذات إنه هي تروح عليها وتجري فيها العملية. كيف نحن بنختار المكان المناسب والطبيب المناسب؟ يعني بصراحة احنا هي بتعرف هذا التوبك يومي انه احنا بيطلع لنا مؤثر يعني ما له علاقة اساسا بالطب، وبيطلع بيقول هذا الدكتور احسن دكتور بالعالم او هذا يعني هو في مواصفات لازم يكون اول شيء. يعني مثلا مدة العملية لما بيكون طبيب عنده خبرة سنوات او عامل عدد كبير من العمليات، مدة العملية ما بتطول. المريض اللي بتحط انت على شفط الدهون بتضل بالعملية 6 ساعات، غير المريض بتخلص العملية خلال 2 أو 3 ساعات. يعني تعرضه للتخدير، الركود اللي بتصير بجسمه. فالسؤال تبع كثير كثير صعب انه انا شلون بدي اختار. لازم يرجعوا للوسائل الرسميه مثلا يشوفوا هاي العياده. اول شيء لازم انا بشكل عام عمليات شفط الدهون لازم تكون مستشفيات مجهزه، لازم يكون فيها عنايه مشدده، لازم يكون فيها اطباء بكل اختصاصات، مش بعياده ابدا طبعا، لانه يعني انت ممكن يصير معك الاختلاط وبعدين اذا في عندك نتدخل. المشكله انه عم بيتم التعاطي مع عمليه شفط الدهون على انها اجراء يجرى في العياده. في اكثر من اعلانات حتى الاطباء لما بيتحدثوا عنها على وسائل التواصل الاجتماعي عم بيتحدثوا عنها بهي الطريقه، ببسطوها للغايه فبشجوا كانها حقن بوتوكس ولا فيلر يعني. وهي حتى حقن البوتوكس الفكره والاجراء كمان مو سهل. دائما الطبيب اللي عنده امانه لازم يكون امين بنقل المعلومه الصحيحه، ولما بيكون في الحقيقه معروفه والمعلومه صحيحه صدقا الاخطاء بتكون جدا قليله، ما بتصير مشاكل ابدا. طيب دكتور ناظم، بس يعني سؤال للمشاهدين، هل هناك ريسك في عمليه الشفط؟ نعم او لا، واذا في ادينا سته. الحياة كلها فيها ريسك، انت لما تفتح باب بيتك وتطلع من البيت في ريسك فيها، كل حركة بالحياة. طب قدين السته بالشفط؟ هذا سؤالي. بالشفط نسبته قليلة جدا لما بنعمل باجراء بشروطه، وبصير عالي جدا احتمالات الأذية فيه اكثر من 50% انه يصير فيه وفاة كمان لما بتنعمل شفط الدهون عند مريض مو صح. عند طبيب قصدك؟ طبيب مو صح ومريض مو صح، يعني ما هو الطبيب الصح يعني بيختار مريض صح كمان. ما بيخضع لشروط ومواصفات المريض اللي لازم تجرى له عملية شفط دهون. يعني مريض شاف مؤثر اجتماعي مفروض يسأل، يروح على الدكاترة بمنطقته معروفين لهم اسم بالموضوع ويسأل ياخذ رأيه، لأنه بصراحة احنا مشكلتنا هاي هي مشكلة السوشيال ميديا، وإنه احنا نثق بكل شيء على السوشيال ميديا وكأنه مسلمات. على كل حال نشكرك جزيل الشكر، للأسف انتهى وقتنا. دكتور ناظم الرفاعي استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير وجراحة السمنة، شكرا. شكرا. والآن إلى زوايا المراسلين وعلي الشريف من الرياض. موضوعنا الأول، فنان العرب محمد عبده يحيي جمهوره في بريطانيا، ما هي القصة؟
مش معنا. يبدو انه مش معنا. طيب نعم نعم علي. بالفعل علي انت موجود معنا. بالفعل يعني اول شيء صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير عليكم جميعا. بالفعل يعني في ظهور آخر ظهور لفنان العرب محمد عبده في بريطانيا، كان هذا الظهور الذي لاقى أصداء كبيرة وتحية كبيرة من الجماهير اللي بادلتها التحية والتقطوا صور التذكارية. كلنا نعرف أنه محمد عبده تعرض لأزمة صحية في الفترة الماضية، وكان في هناك خطة علاجية في مايو الماضي. بعد هذه الخطة تكللت هذه الخطة بالنجاح، وبعد كذا شفنا محمد عبده في نقاهة وهو يتمتع بصحة جيدة ويحيي جمهوره. كلنا نعرف مسيرة هذا الفنان الكبير وهذا الاسم اللامع في الوطن العربي، وهذا المسرح من خلفي هو أكبر شاهد لهذه المسيرة الممتدة لأكثر من 40 عام. محمد عبده تنقل بين مدن المملكة، أحيا حفلات متعددة في مناطق المملكة، وكانت الرياض هي الانطلاقة للمسيرة الأخيرة للفنان فنان العرب محمد عبده. فبالتالي اليوم ظهوره في بريطانيا وتحيته للجمهور كان له أصداء كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، المقاطع تداولت إلى أرقام كبيرة لهذا الظهور اللي حظي بإشادة كبيرة وأيضا بترحاب. وفي نفس الوقت شفنا الحفلة الأخيرة للفنان ماجد المهندس اللي ألقى التحية على محمد عبده في جولة في حفلات جولة المملكة اللي أقيمت خلال الأسبوع الماضي. فاليوم احنا في ترقب للجماهير، وفي نفس الوقت في نسبة كبيرة من الجماهير طالب فنان العرب بالتروي قبل الرجوع، لكن العشاق دائما ما يطالبون الفنان العرب بالعودة. حتى شفنا في مقاطع كثيرة الكل بعد ما تداولت الكل بدأ يركب أو يضع شوي من أغاني محمد عبده. فبالتالي اليوم الجمهور على حر من الجمر في انتظار عودة الفنان محمد عبده إلى المسارح وإحياءه لحفلاته. طيب علمنا نروح للموضوع الثاني وبإيجاز إذا قدرنا، لأنه هناك إنجاز للفرق السعودية في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، فحدثنا عن التفاصيل. بالفعل في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية حقق الفريق السعودي فالكون من تحقيق الانتصار الكبير في هذه المنافسة في واحدة من مسابقات بطولة العالم للرياضات الإلكترونية. الكل شهدنا منافسة كبيرة خاضها الفريق السعودي إلى وصوله إلى التتويج باللقب. بقية منافسات كأس العالم للأندية تستكمل يوم الأربعاء القادم في 21 لعبة ستقام خلال هذه البطولة. أكثر من 22 بطولة راح تقام من ضمن هذه البطولات، هي بطولات للجماهير والإحياء. منطقة البوليفارد هي من تحتضن هذه البطولة. نسبة الفرق المشاركة من حول العالم نسبة كبيرة، أكثر من 1500 لاعب يتنافسون في هذه البطولة. تفاصيل كثيرة لو تكلمنا على أيضا قيمة الجوائز التي تتجاوز 50 مليون دولار، أيضا المشاركة الدولية سواء من الصين من روسيا من باكستان من بريطانيا، أسماء كبيرة مصنفين على مستوى العالم. فإحنا على الفترة الجاية راح نشهد منافسات أكثر ضراوة أكثر قوة في بطولة العالم للرياضات الإلكترونية. نعم راوية، شكرا جزيلا لك من الرياض مراسل صباح العربية علي الشريف. شكرا، أهلا بكم من جديد مشاهدينا. اتهامات، بلاغات والكثير من التسريبات ثم تصالح، هذا فصل جديد من دراما شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، أحد أطول الأزمات في الوسط الفني المصري والعربي حتى. الثنائي تحت الأضواء مجددا، والسبب محضر تقدمت به الفنانة المصرية داخل مركز الشرطة تتهم فيه طليقها بالتعدي عليها. أيضا شيرين اتهمت زوجها السابق بسرقة هاتفها المحمول وأموال من حقيبتها، ومحاميها ينفي شائعات الصلح هذه المرة ويقول إن موكلته لم تتنازل عن المحضر.
نتحدث عن هذه الأزمة ونناقش أيضا لماذا نهتم كثيرا بأخبار المشاهير من وجهة نظر الطب النفسي. لكن مشاهدينا، رغم تعهدها بالعودة الفنية القوية في عام 2024 إلا أن الأمور لم تستقر كثيرا بالنسبة لشيرين عبد الوهاب. صحيح راوية، فخلال حفلها الأخير في الكويت انهارت شيرين من البكاء على المسرح، وبشكل مفاجئ ألغت حفلها في دبي أيضا الذي كان من المقرر إقامته في يونيو الماضي بسبب سفرها في رحلة علاج كما قال محاميها. على كل حال مشاهدينا، خلونا نرجع للقصة من بدايتها. طبعا مسلسل الأحداث والعرض المستمر رح يحدثنا عنه الآن زميلة ليث. إليك يا ليث. شكرا رامي، يعني قصة طويلة ومثيرة. في ديسمبر 2023 وبعد سلسلة من الأزمات العنيفة وتبادل الاتهامات، وقع الطلاق للمرة الثانية بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب. هذه المرة كان انفصالا هادئا وتم بشكل حضاري حسب شيرين، لكن الدراما عادت سريعا. وفي منتصف يونيو حزيران انتشرت تقارير إعلامية عن خطوبة شيرين عبد الوهاب لرجل أعمال من خارج الوسط الفني هذه المرة، والمفاجأة أن حسام حبيب كان أول المهنئين، بل وتعهد بإهداء أغنية خاصة بعد عقد قرانهما. من المفترض أن تنتهي القصة هنا، لكن في نفس الشهر مصدر العربية نت قال أن حسام حبيب لا يزال على علاقة بشيرين، وهو مدير أعمالها الفعلي. وقبل أسابيع انتشر تسريب صوتي لحسام حبيب يتحدث فيه عن تعرضها للسرقة من قبل أسرتها. شيرين انحازت لرواية طريقها وأكدت على كلامه من خلال تسجيل صوتي آخر اتهمت فيه شقيقها محمد عبد الوهاب ببيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات نفاها شقيقها طبعا وأعلن لجوءه للقضاء. أنا فوجئت طبعا باللي حصل على السوشيال ميديا بين محمد عبد الوهاب وبين حسام حبيب، فأنا حبيت أأكد إن كلام حسام مظبوط جدا جدا وإن أخويا فعلا باعني. أخيرا في السادس من يوليو تموز يأتي فصل جديد ربما الأعنف في السلسلة، سلسلة شيرين. تحرر محضرا في قسم الشرطة ضد حسام حبيب، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب. وبحسب التقرير الطبي فالفنانة المصرية مصابة بجرح غائر في الرأس وجروح وتجمعات دموية أسفل العين وكدمات بالقدم. وفي المقابل نشر موقع القاهرة 24 مقطعا لشيرين تبدو في حالة هستيريا أثناء تحطيمها الاستوديو الخاص بحسام حبيب. برضو حسام البد استوديو خش قطع كل العزل. وفي منعطف غريب للأحداث تسجيل صوتي جديد لحسام حبيب لبرنامج اي تي بالعربي ينفي فيه الاتهامات ويقسم أنه لم يعتدي عليها ويشير إلى تعمدها إصابة نفسها. أقسم بالله العظيم إن كل الكلام ده كذب، وإن عمري ما اديت إيدي على شيرين، وإن هي اللي معورة نفسها كده بطفاية ضربتها في دماغها، وان هي اول ما عورت رجليها بمقص يعني. بس فده اللي انا اقدر اقوله، يعني انا ما اقدرش اقول حاجه اكتر من كده، لان الموضوع في ايد النيابه وانا بحترم يعني بحترم طبعا دور النيابه وبحترم دور القضاء طبعا، وما اقدرش اتعداه.
بشكر زميلنا ليث طبعا، ومشاهدينا في مصر شيرين وحسام حبيب على كل لسان. سألنا الناس نحن لماذا يهتم الناس بأخبارهما وأخبار باقي المشاهير أيضا، دعونا نتابع ماذا أجابوا. تفتكر ليه الناس بتهتم بأخبار عن شيرين وحسام وباقي المشاهير؟ بصوا عامة دوت عادة فينا احنا كشعب مصري، فما حاجة اللي احنا بنهتم بحاجات غير خصوصياتنا، وبرضه السوشيال ميديا في مصر هي اللي سمحت للناس ده. مش مبسوطين اكيد، مفيش حد بيحب شيرين عبد الوهاب او بيسمع لحسام حبيب او الحان او الحاجات دي مبسوط من اللي بيحصل. كلنا عارفين في فن، يعني في ارتقاء بالذوق العام. انت بتهتمي تتابعي اخبار شيرين وحسام ومشاهير تانية؟ هو كل واحد اتوقع بيتابع مثلا المغنيين اللي هم بيحبوه، بس انا كانا مثلا في ناس ما بتسمعش شيرين بسبب اللي هي بتعمله، او ما بتسمعش عمرو دياب بسبب اخر حوار حصل لي، عشان هو عمل حاجه شخصيه بينه وبين نفسه. بس انا كلوجي ما بفرقش، يعني انا مثلا انا بحب شيرين، ده اللي حصل مع جوزها او مع ايا كان ايه، بس انا بسمعها انا بحبها مش بتاثر. بيبقى حب فضول من الناس، بيبقى في فنان مفضل عندي بابا مهتم ان انا اعرف اخباره مش اكتر يعني. ولنفهم لماذا نهتم بهذا القدر الكبير بأخبار المشاهير، تنضم إلينا مباشرة من بيروت المعالجة النفسية ريهام منذر. أستاذة ريهام أهلا وسهلا فيك بصباح العربية. دراما شيرين وحسام ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لماذا نهتم بقصص المشاهير وبأدق التفاصيل أيضا التي تحدث معهم، خاصة عندما تكون سلبية في معظم الأحيان؟ نعم، منشوف هذا الشيء الاهتمام فينا نحن كمتابعين ومشاهدين ومحبين للفنانين موجود سواء عنا بالوطن العربي ولا بالبلدان الأجنبية. وإذا بنتذكر كمان قصة جاني داب، يمكن ثلاث أرباعنا عم نحضر المحاكمة لايف كمان على يوتيوب، يعني مش بس عم نتابع أخبار، عم لحظة بلحظة عم نتابعهم. هو بمحل معين نحن في عنا كتير تعظيم بيصير للمشاهير، منحسهم أشخاص عظماء وكأنه هن أعلى قدراً وأعلى شأناً منا نحن كعامة الشعب يلي منا مشهورين، فمنحطهم بمكانة كتير عالية وفي تقديرنا لإلهم بيكون كتير عالي. وإذا منلاحظ يمكن إذا كانوا بمطعم بياخدوا أفضل طاولة، إذا كانوا عم بيحضروا مسرحية بيتقعدوا قدام، بينقال إنه في فلان الفلاني المشهور موجود معنا، دايما في هذا التقدير العظيم لهالشخصية العظيمة يلي موجودة. وحتى أوقات إذا بتلاحظوا في مقابلات بيعملوها المشاهير بيقولوا إنه جماعة نحن ناس مثلنا مثلكم، منأكل ومنشرب والفوت على تواليت، يعني حتى هني حاسين بقدي في تعظيم بيصير من العالم تجاههم لإلهم. وبالمقابل في كمان هيك فكرة مثالية بتدور براس العالم عن حياته للمشاهير، يعني منفكر إنه حياتهم هي مثالية، أولادهم ما بيعذبون، ما أكيد بيكون في عندهم 4-5 نانيز هني عم بيربوا عنهم، ليه بدها تتضايق؟ ما هي إذا تضايقت بتروح على المالديف تتضايق، يعني إنه ما هن معهم كتير مصاري وحياتهم كتير مرتاحين. فمنشوف لما هالتعظيم يكون موجود ويترافق معه هالصورة المثالية عن حياتهم، ونتفاجأ نرجع بمحل إنه هن حياتهم لا منا مثالية، هذا الشيء بخفف الجاب بين حياتنا وحياتهم، لأنه نحن بنكون مفكرين إنه هالحياتهم المثالية اللي كتير ما بتشبه حياتي. يعني إحنا بنكون عم نحاول ريهام إنه نلاقي نقاط تواصل أو نقاط التقاء ما بين حياتنا وحياة هؤلاء المشاهير اللي كنا يعني حاطينهم بمكانة عالية جدا. بس موضوع الاهتمام بأخبار الآخرين مش بس لما يكون عم نحكي عن مشاهير وناس إحنا بنحبهم وبنطلع لهم هيك لفوق، كل الناس عندها نوع من أنواع الفضول ليعرفوا أخبار الآخرين. بالإنجليزي يقال curiosity killed the cat، يعني الفضول قتلت القطة، يعني في بعض الأحيان بيكون شيء يعني مش محبب وممكن يكون مؤذي. شو الخلفية النفسية؟ ليه إحنا عنا فضول نعرف الآخرين شو بيعملوا، كيف حياتهم، شو عم بيصير معاهم من ناحية نفسية؟ نعم، نحن كلنا بحياتنا عنا كتير صعوبات ومشاكل، وكل حدا بيقولوا همه على قده، ومنشوف إنه المشكلة اللي نحن عم نواجهها بحياتنا هي كتير عظيمة وكتير كبيرة.
وكتير عبء علي هيدي المشكلة اللي أنا هلأ عم واجهها. لما أشوف في أشخاص تانيين سواء مشاهير ولا من أصحابي واللي حوالي عم بيعانوا كمان مشاكل بحياتهم، بصير أنا بدي شوف هالمشاكل اللي هني عم بيواجهوها هي مشاكل شو لبمحل هون علي مصيبتي، أو بمحل حس أنه أنا مش الوحيدة اللي عم بمرق بهيدي التجارب الصعبة، أو بمحل إذا عم نحكي عن مشاهير لشوف أنه إيه هذا الشخص، منقول بالإنجليش he's relatable لإلي، فهذا الشخص العظيم المشهور يلي فيه تعظيم لحياته صار بيشبهني. جوزة يعني باختصار، باختصار لما نشوف مصايب الناس بتهون علينا مصيبتنا يعني. نعم، هي أنانية شوي. أنا مش لحال، اللي حس انه انا مش لحالي بهالدنيا، انه غير اشخاص كمان عندهم مشاكل. وايه منشوف انه يمكن بقعدات النساء والرجال، يمكن اكثر النساء، انه نحن بدنا نعرف اخبار الاخرين، خصوصا هيك الاخبار الغير ايجابيه، الاخبار السيئه. ريهام، انت انت ببلش الاهتمام باخبار المشاهير انت بتحول لهوس، ولو نحن كان عندنا الوعي الكافي لنعرف حالنا عم نهتم زياده عن اللزوم، شو لازم نعمل بهي الحاله؟ نعم، منلاقي كتير أشخاص، يمكن أكتر بوقتها جوني داب يمكن عملناها، مثل ما كنت عم بقول إنه نحنا في كتير ناس تركت شغله لا تحضر اللي عم بيصير، في كتير ناس سافرت لتحضر المحاكمة فيزيكلي لتكون موجودة بقلب المحاكمة، وبيحكوا خبريات كيف أنا رحت وشو عملت وكيف قعدت حضرت اتسترا، وبيفرجوا صور. فلما نحن هيك نوقف حياتنا بمحل معين، حياتنا تتأثر بأنه أنا بس بدي فوت اسمع أخبار، أنا مفوت على إنستغرام بس لشوف شيرين شو صار معه، بدي فوت بس لأعرف فلان شو الخبرية اللي صار معه، تلفن لأصحابي لأعرف رفيقتي التاني شو صار بالأبديت تبع طلاقة. فلما هون بمحل نصير تفكيرنا كتير مسيطر عليه هذا الحدث يلي عم بيصير، سواء من مشاهير أو غير مشاهير، هون منحس أنه ليه هالقد أنا مهتمة بالموضوع؟ هل بس لأنه عن جد أنا حس حالي يمكن أفضل لما أعرف عن مشاكل عم بيواجهوها أشخاص تانيين، ولا في شيء أعمق من هيك أنا بحاجة أكتشفه عن حالي؟ شكرا جزيلا لك من بيروت، كانت معنا مشاهدينا المعالجة النفسية ريهام موندر. شكرا لك. ننتقل الآن مشاهدينا في مقابلة خاصة مع النجمة يسرى. قالت النجمة المصرية إنها عادت للمسرح بعد 20 عاماً لأنها مقتنعة أن حلمها أو حلمها سيتحقق من خلال موسم الرياض مع كل التسهيلات والدعم المقدم لمسرحية الملك والشاطر. يسرى تعود إلى المسرح وأوضحت أيضا أن تصريحاتها بأنها ربما تكون آخر مسرحية لها لا يعني اعتزالها للفن أو حتى للمسرح. المزيد مع الزميل عبد المحسن الحربي من الرياض. انت انقذتني وانقذت بلدي كلها، والله العظيم احنا في ورطه مواقفه عن طلب الوقت خالص. مرحبا بكم مشاهدي برنامج صباح العربيه في هذه المقابله الخاصه مع الفنانه يسرى. رحب فيك. اهلا وسهلا بيك، منورنا في كواليس المسرح. كيف اقامتك في الرياض؟ جميله رائعه، وأحلى من إقامتي الحقيقة الجمهور شيء غير عادي في جماله، غير عادي. أنت 20 عام الغياب في المسرح، عن المسرح، وعدتي للرياض وجمهور الرياض، جمهور السعودية بشكل عام، واخترتي السعودية للعودة، حدثينا عن هذه العودة. اخترت السعودية لأن حسيت أن أنا حلمي أنا في المسرح ممكن يتحقق بعد 20 سنة من خلال يعني موسم الرياض ومن خلال هيئة الترفيه. طبعا بشكر معالي الوزير جدا جدا على كل التسهيلات اللي قام بيها أو اللي تقدمت من خلال المسرحية بتاعتي. والحقيقة من غير التسهيلات دي ما كانش ممكن يحصل الحلم الكبير. اولا رجوعي مع احمد عز بعد 20 سنة، ثانيا الامكانيات المسرحيه الصوتيه الاغاني الديكورات الافكتس كل اللي ممكن كنا نطلبه تم.
فأنا سعيدة سعادة فوق ما تتخيل. واللي بيسعدني بقى أكتر رد فعل الجمهور، لأنه لما يقولك دي أحلى مسرحية إحنا شفناها، ده إحنا ما كناش متوقعين ده، ده أنا دخلتها مرتين في 10 أيام، أنت عارف يعني إيه؟ يعني يعني ما بيجاملوكش، هم حابين اللي شايفينه. أنا برجع على عودتك للمسرح بالمشاركة مع أحمد عز أيضا من خلال الغياب الفترة الماضية، كلمينا أكثر عن هذه العودة مع أحمد عز تحديدا. بص الحقيقة أنا اتفاجئت، لقيت أحمد بيكلمني إيه رأيك لما نعمل كذا كذا، قلت له لو أنت جاهز لده أوكي، قال لي آه طبعا ده أنا أتمنى. أحمد راجل ذكي جدا ومثقف جدا وفنان بمعنى كلمة الفنان، يعني بيذاكر وفاهم يعني الناس عايزة ايه والإفيهات شكلها ايه، ونجاحه هنا قبل كده في هابي فالنتاين وفي اعتقد علاء الدين كمان عرضه هنا، فهو بقى عارف الجمهور بيحب ايه بالظبط. احنا بنستمتع سواء ورا الكواليس او قدام الناس، احنا عندنا حالة من الاستمتاع الغير عادي، لان كل شخص حتى ورا الكواليس ليه خصوصية في حياتي أنا، بمعنى أنا بمشي عليهم أبخرهم واحد واحد. كلمة الله يطيب أيامك دي كفاية، يعني بجد هيوحشوني النهاردة آخر يوم، بس بجد هيوحشوني. هل هذه، معلش سؤال حزين شوي، بس انه لانه ما ودنا انك تغيبين على المسرح، في كلام كثير انه انا اخر، هذه اخر مسرح ما اعرفش. انا لما قلتها قلت ان النهارده قعدت، كنت مثلا عامله مثلا لما بابا ينام، لما بابا ينام كانت مسرحيه فوق الخيال في نجاح حلو، لما قلت ما اعرفش اذا كنت هعمل، مش معناها اني هعتزل، لان في ناس بيقول هتعتزلي هتسيبي الفن هتعمل، لا يا جماعه ما اقصدش، ما يمكن اموت بكره ايش عرفني، انت فاهم قصدي، يا ربي يخلي يعني ممكن الفاسيليتيز اللي عندي النهارده ما تكونش عندي بكره، فما اقدرش اعمل المسرح بالشكل اللي انا بتمناه. ف يعني في ناس فسرتها غلط، ما قصدتش بيها شيء ولا وحش ليا ولا وحش لغيري. ممكن نشوفك في اعمال سعوديه؟ اكيد، يعني ان انا اخترت ان انا ارجع للمسرح بعد 20 سنة على الارض هنا هو في السعودية في الرياض، ده في حد ذاته يبين لك قد ايه انا متفائلة تماما باني انا اشتغل مسرح هنا وافلام هنا. وبعدين ده خلاص يعني انتوا اتفتحتوا على العالم كله، فاحنا مع بعض على طول. يعني واحدة من أهم الفنانات في العالم العربي وعاصرتي حقب زمنية ماضية، إيش الفرق بين الفن زمان والفن الحديث؟ التكنولوجي، الفرق في التكنولوجي، الفرق إنك أنت دلوقتي ممكن تصور أي حاجة وتطلعها على الهواء، زمان كان مجهودك بيبقى أكبر عشان تتفرج على الحاجة، تروح لها، تبقى شغوف إنك أنت تعمل الأفرت إنك تيجي بطيارة عشان تتفرج على عادل إمام في المسرح في مصر. النهاردة لا، النهاردة كل شيء على الهواء، كل شيء بكبسة زر بتشوفها on the spot. فأنت ده فرق كبير جدا، يعني نجحنا إحنا كفنانين بتاريخنا ما كانش في السوشيال ميديا اللي بتطلع النهاردة واحد يبقى عنده 40 مليون، فاهم قصدي، ومجهوده أقل بكتير من المجهود اللي إحنا قمنا بيه، وممكن يوقعوا ال 40 مليون بعد عمل تاني ما عجبهمش. فانت دلوقتي في ايد السوشيال ميديا، ما انتاش في ايد التاريخ اللي انت بنيته، ما انتاش في ايد الفن اللي انت عاصرته. يعني انا افتكر ان لما يبقى في مثلا مشهد مش عارفين نعمله ويقولوا لازم ندهن الحيطه دي، انا انزل ادهن معاهم الحيطه، وما كانش عيب، احنا كنا بنعمل بايدينا كل حاجه. النهاردة لا، ده الفرق. استغل تواجدك بخصوص الأفلام، اليوم في حراك في العالم العربي وتحديدا في السعودية على الوصول بالأفلام السعودية والعربية على أكمل وجه الحقيقة، يعني مش حراك لمجرد الحراك أو كده لا، بس أنت كمان مش بس من ناحية الفن، من ناحية الترفيه، من ناحية الجيمز، من ناحية البوكسينج، من ناحية أنتوا دخلتوا في كل حاجة. ما هي نصائحك لصناع الأفلام في السعودية وفي العالم العربي للوصول أفلامهم إلى العالمية؟ لا بص، أنت النهاردة بإمكانياتك تقدر تعمل أفلام عالمية، يعني لما تيجي تشوف مثلا فيلم زي أولاد رزق،
أولاد رزق نمرة 3 غطى التكاليف بتاعته في خلال 10 أيام. أوكي، التكاليفه كانت عالية جدا 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 جدا، كانت حوالي 12 مليون دولار. 12 مليون دولار عشان تغطيهم وتوصل ل 19 أو 20 مليون دولار النهاردة، ده في حد ذاته بيبين لك لما تصرف على شغلك وما تستخسرش فيه وتعمله الدعاية الصح وتقدمه صح ويبقى عامله الشغل المظبوط، أكيد هيرجع لك. نرجع للأسئلة خفيفة قبل بداية المسرحية، وين رحتي في الرياض؟ ما لحقتش اروح حتى، ما لحقتش. انا برجع من هنا اروح على الاوتيل، وبعدين بصراحه بنام لاني لازم انام وارتاح، وبعدين اقوم يا دوب اجي على هنا، وانا اول واحده باجي هنا النهارده متاخره. ايش اللي حرصتي انك تجيبيه معاك من مصر للرياض؟ كل الحاجات اللي ممكن استعملها او احتاجها كيسرى، يعني كيسرى هنا. هو انا جايبه معايا كميه حاجات غير عاديه. شكرا لك، يعني اعرف ان هذا الوقت ضيق، دقائق على بدء المسرحيه والجمهور ينتظرك. شكرا لوقتك، شرفتونا النهارده، وان شاء الله تحضر معانا العرض ويعجبك باذن الله. أهلا بكم من جديد. في خزانة كل سيدة قطعة أساسية تكمل إطلالتها وتهتم باختيارها كثيرا، هي الحقيبة، الشنطة. يمكن أيضا أن يكون لهذه الحقيبة تأثير سلبي في حال تم اختيارها بطريقة خاطئة، فالحجم والمناسبة هما الأساس في اختيار الحقيبة سواء للرجل أو للمرأة. ما هو الصح وما هو الخطأ في محكمة الموضة مع راوية ولمى علاء الدين؟ أنا صراحة من محبي الشوبينج للشناتي وبكل الأحجام والألوان، فرح كون موجودة معكم وأخذ النصائح سجلها عندي على ورقة حتى المرة الجاية لما أروح أعمل شوبينج. رح تروح تصرف فلوس كتير هلأ، فشوي شوي عليها يا لمى. طبعا مشاهدين، أنا برحب بخبيرة المظهر لمى علاء الدين، بتنضم إلينا في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك يا لمى. حبيبتي راوية، شاءت أكون معك على الشاشة. والله وأنا كمان، وأنا سعيدة بأنه بالفعل بدنا نحكي عن قصة الشنط، لأنه الواحد احتار ما بين الشنط الصغيرة كتير اللي ما بتوسع حتى قلم الروج أو قلم الحمرة، وما بين الشنط الحقائب السفر هاي اللي بنعلقها وبنمشي فيها. الواحد احتار، يا ريت لو ندخل في الموضوع. ثلاث اشياء اللي بتحدد هذا الشيء: حجم الجسم بشكل عام، وشكل الجسم، والمناسبه اللي رايحين عليها. هدول ثلاث اشياء بيلعبوا عامل كثير مهم بايش الشنطه اللي لازم نحملها. فحندخل بالصح أوكي. والخطا هلا خلينا نبلش هلا صوره ورا صوره، نحكي عن شو الصح وشو الخطأ. أول شيء بدي أبلش بالجسم البتيت راوية اللي مثلنا بالضبط، يعني ضعيف ونحيف وصغار، ما بتقدر تحمل شنطة أكبر من حجمها. أنا هاي شايفتها شنطة سفر بالضبط. هلأ جبتها أنا أوفر عشان بس أعزز الفكرة إنه لما أنت جسمك بتيت بدك تحملي شنطة كبيرة اختفيتي وراها، ما في تناسق بالأبعاد، فيفضل دائما الجسم البتيت يروح لشيء متناسق مع جسمه. أوكي، يعني هاي مناسبة أكثر، هذا صح وهذه خطأ. أوكي، فبغض النظر عن الموضة، مع إنه يعني درجوا الشنط الصغيرة كتير موضة، ما زالوا موضة هالقد الصغار، بس احمليها إذا جسمك صغير. ما هلا كمان شوي بدنا نحكي إذا جسمك طيب. كبير ما بيقى. طيب إذا صح وخطأ. الصورة اللي بعديها هون بدي أقول عندنا شكل الجسم المثلث اللي هو الأرداف عنده أكبر شيء. طريقة حمل الشنطة كمان تلعب مهمة. دور إذا هي حملت نفس الشنطة بالجهتين، إذا حملت الشنطة بإيدها جنب الأوراق، أنت أخذت السبوت لايت على هديك المنطقة. صارت الناس التركيز على تلفت الأوراق، تلفت النظر للمشكلة اللي عندك بالضبط، اللي أنت أصلاً بدك تحجبيها. فيفضل حملها لتحت أو تحمليها على كتفك وتبعديها عن المنطقة اللي هي أعرض شيء عندك. هاي نقطة مهمة جداً، وهون طبعاً نفس الشنطة ولكن محمولين بطرق مختلفة. الصورة اللي بعدها المناسبة اللي رايحين عليها اللي حكينا عنه راوية. أنا بحس هلأ كل الناس عم تركض ورا الموضة، عم بتجيب الشنطات التوت باج اللي هي كتير كبيرة، وبتخلصي أنت شغلك، معزومة على عشاء، معزومة على سهرة، بتروح بهاي الشنطة أصلاً يعني أنت فخورة أن اشتريتيها، بس لا تصلح. إذا أنت معزومة على عشاء رسمي، يفضل تحطي الكلتش بالشنطة الكبيرة وتطلعيها قبل ما تدخلي هاي المناسبة، والشنطة تخليها بالسيارة الكبيرة. والكلتش لساته موضة ولا في له، يعني لازم يكون مستطيل ولا مربع ولا
هلا عم نحكي على الشيء الرسمي راوية، انه الحجم الصغير للسهرات يفضل ومش الحجم الكبير، ما نلحق الموضه بكل الطلعات. يعني هون المناسبه هي اللي بتتحكم فينا. اوكي تمام. الصوره اللي بعدها نروح للرجال. برضه رجال مان بيرس بالضبط. هذا جسمه ضخم، عنده جسم المدور اللي هو اعرض منطقه في البطن. اذا حمل الكروس باج راوي نفس الشيء، اخذ عيني على هذيك المنطقه اللي هو بده يحجبها المفروض يصغرها، فلازم نوعيه الشنطه حجمها يتناسق مع جسمه وكمان طريقه حملها، فيفضل يحملها بايده وبعيده عن اعرض منطقه في جسمه. اوكي هذا بالنسبه للرجال، وبعتقد انه هذا الكلام ايضا ينطبق على الستات. خلينا نشوف الصوره اللي بعديها كمان برضه للرجال. الباك باك الحجم، حجم الرجل وحجم الشنطة اللي هو حملها، نفس الشيء في ضخامة على الصورة اللي جنبك راوية، وهون متناسق حجم الشنطة مع أبعاد جسمه. هون الرجل يعني ظهره كتير كبير ضخم وعريض وضخم، والشنطة صغيرة بالضبط راوية، بين كأنه حمل شنطة ابنه 100%. فالتناسق بداية العين، فلازم يكون في تناسق بين أبعاد الشنطة اللي احنا حاملينها وأبعاد الجسم. أوكي. والصورة اللي بعدها كمان هون نفس الشيء راوية، أول شيء جسم ضخم، ثاني شيء عندها البطن أعرض منطقة، فمجرد حملت الكروس باج نفس الشيء عززت لي هاي المنطقة وأخذت عيني عليها، فيفضل تحمل الشنطة بعيدة عن منطقة البطن، تحملها تحت أو تحمل شنطة على الكتف. على الكتف تبعدها عن المنطقة الأعرض شيء هي بجسمها. وحجم هذه مناسبة، اللي هو أنا بغض النظر يعني ميديوم. اللي هي لا هي كبيرة كتير ولا هي صغيرة كتير، لأنه كمان مهم أنه تكون الشنطة عملية. أنا ليه بدي أحمل شنطة ما بتوسع شيء، لا التليفون ولا المحفظة ولا أي شيء تاني. صح. هلا انا بحمل صغيره لانه كارد هولدر والموبايل عم بكفينا، والموبايل بايدك، ما هو الموبايل بطل يوسع حتى نفسه بالشنطه. فما استفدنا، حطي الكارد في التليفون وخلاص. بلا شنطه من اصله. طيب خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. اوكي هون ريم بدنا نروح لشكل الجسم المثلث المقلوب اللي اعرض شيء في منطقه الكتاف. اوكي يفضل يبتعدوا عن الشنطات اللي على الكتف، لانه نفس الشيء بتاخذ السبوت لايت على الكتف. تروح ساعتها للشنطه الطويله او للكروس باج او للشنطه اللي بالايد، بس ما تحملها على الكتف. اوكي تمام. وكمان صوره الرجل، هون الرجل نفس الشيء كتافه عريضه راويه، فيفضل ما يحمل الشنطه على كتفه لانه نفس الشيء زاد عرض لهذيك المنطقه، يفضل انه يحملها كروس باج او لتحت. يعني بكل الأحوال لازم أنت شكل جسمك تاخديه بعين الاعتبار وحجم جسمك، وتعرفي الشنطة اللي بتتناسق معه، وتبعدي النظر عن المنطقة اللي عندك فيها اللي ما بتحبي تبينيها. يعني إذا بدنا نلخص الموضوع، أنه الشنطة لازم تكون حجمها متناسب مع حجم الشخص اللي حاملها. بالضبط. ويفضل أو الأفضل شيء أنه نبتعد، ما نحملها وتكون هي موجودة في المنطقة اللي إحنا عم نحاول نخبيها. راوية بالضبط هيك بعتقد. صح هيك. والمناسبة رايحين عليها مناسبة طبعا. نعم اكيد مهم جدا، لازم تكون جوز كمان في صوره ولا خلاص في صوره ثانيه. نعم الاخيره المناسبه رايحين عليها، واللبس اللي لابسينها راوية. الباك باك مش ظابطه بالضبط. فيفضل لما انت بتلبسي شيء رسمي او شيء هذا تكون الشنطه متناسبه مع اللبس. بس انا بدي اسال سؤال صغير عن الكروس ذا تشيست باج، هذه اللي صاروا بدل ما يحطوها هيك على الظهر تنحط قدام. اذا عندك الصدر متناسق مع جسمك ومش منطقه ضخمه بتقدري تحمليها، بس اذا كنا اضخام ما في داعي. لا بالضبط. شكرا جزيلا لك لمى علاء الدين خبيرة المظهر اللي انضمت لنا في الاستوديو. شكرا وبنرجع لنور. تفضلي يا نور. شكرا لمى وشكرا راوية. انا اخذت كل الملاحظات ورايحة فورا على المول بعد الحلقة. كريدت كارد راح بده يشتغل. العمل مع أشخاص أصغر منك سناً أو حتى تحت إدارتهم أصبح أمراً واقعاً في الكثير من الشركات. الجيل زد بدأ يأخذ مكانه بشكل فعلي في الأماكن المهمة من المؤسسات الكبرى. كيفية التعامل مع هذا الجيل هو ضرورة، خاصة أن الجيل يوصف بالبراعة وقوة الشخصية والصراحة. هذا الجيل يوصف أيضاً بأنه ذو مهارة كبرى، مهارة قد تحرج ربما الموظفين من الأجيال السابقة، الموظفين الأكبر سناً. وقبل النقاش، هذا حوار أجيال يأتينا من مصر. هذا حديث التسعينات. ماما، كيف تستخدمين التطبيق بهذا البطء؟ ما هذا الفيلم الممل؟ جمل بسيطة من حواري مع أولادي، والحديث اليومي داخل كل بيت.
عصر الديجيتال والسوشيال ميديا زاد من الفجوة بين الأجيال بشكل كبير. الأجيال الجديدة أصبحت منفتحة على عالم واسع بكل آرائه ومتناقضاته، وأصبحوا يتساءلون ويقيمون كل رأي أو قانون يفرضه الأهل. فلنأخذ على سبيل المثال التعليم، وهو الخلاف الأكبر في كل بيت. فبينما يتمسك الأهل بما يعرف بكليات القمة، يجب أن تصبح مهندساً مثل والدك أو طبيباً مثل جدك. يحلم الولد أن يكون صانع محتوى أو مؤثراً على السوشيال ميديا، أو يبدأ مشروعه الخاص ببيع المنتجات على الإنترنت، ويكون الرد دائماً: ما هذه المهن؟ أما الذوق الفني فله حواراته واختلافاته الخاصة. الراب المصري والأغاني الشعبية والمهرجانات تجري كالنار في الهشيم بين أبناء هذا الجيل، في الوقت الذي يعتبر فيه الأهل أغاني التسعينات أغاني شبابية. جيل لا يعترف بالموروثات دون تفكير، ولا يقبل المسلمات دون مناقشة، فهم يبحثون عن المنطق في كل شيء، يكتبون بلغة الفرانكو أراب، ويكتفون بالشات وليس بالحوار وجهاً لوجه أو على الهاتف. وبينما يتمسك كل جيل برأيه ومنطقه، إلا أن هناك الكثير من الأسر أصبحت تبحث عن أرض مشتركة بينهم وبين أولادهم في محاولة لتقليص الفجوة وإيجاد حوار مشترك. سمر بشات لصباح العربية من القاهرة. ومشاهدينا، معنا الآن من الساحل الشمالي مدربة الحياة فاتن سلامة. أهلا وسهلا فيك يا فاتن. وطبعا بدي أقول لك إحنا لسه مش مشفناكيش، بس صباح البحر الجميل والطقس الجميل، وأكيد موجودة بمنطقة حلوة بالساحل. طبعا الساحل الجمالي من أجمل الشواطئ. صباح الخير يا راوية، وصباح الخير يا نور، ويلا تعال يعني مش عايزة أقول لكم الجو حلو جدا. جايين أكيد. طيب، جيل زد، هاي المعضلة، يعني أنا أولادي تقريبا من جيل زد، أو على الأقل ابني من جيل زد، فعلا يعني هذا جيل مثير للاهتمام، وعلى ما يبدو يعني هو رح يحكمنا بوقت من الأوقات. شو بنعرف عنه؟ كيف نقدر نتعامل معه؟ خلينا نرحب بكل مشاهدي صباح العربية، سواء كانوا جيل زد أو الأجيال السابقة أو الأجيال الأسبق، ولكن جيل زي، جيل جوجل وسيري وألكسا، والذين يعني تأتيهم الإجابات في أقل من الثانية، جيل التكنولوجيا وجيل الديجيتال، الجيل اللي دخل علينا أو هو واجه جائحة الكورونا وهو في أواخر أعوامه الجامعية، عندما انتقلت المحاضرات وقاعات التدريس إلى الأونلاين، وبقوا جايين لنا دلوقتي إلى أماكن العمل بمايند سيت مختلفة، وعلى حسب جميع الدراسات والإحصائيات فبحلول سنة 2030 جيل زي سوف يمثل أكثر من 35% من القوى العاملة. علشان أقدر أتعامل مع جيل زي، لابد من أن أنا أرفع حالة الوعي وأكون فاهمة جداً أن أنا أتعامل مع جيل مختلف، جيل يمتلك إلى مهارات التواصل ولكن بصورة مختلفة. إحنا راوية بنكتب، هم بيبعتوا أوديو، الأوديو بالنسبة لهم أسرع، هم بيبعتوا إيموجي. ياريت حتى أوديو أو بيكتبوا بيبعتوا يعني أحرف مختصرة، وأنا لازم أقعد أحلل اللي هو شو بيقولوا إيه. احنا دي مشكلة الفجوة والصراع بين الأجيال، دي مشكلة موجودة من قديم الأزل، هتظل موجودة يعني دي حيواني فاتن. في عنا بعض النقاط اللي بتتعلق بموضوع جيل زاد ببيئة العمل. الشركات الكبرى تعمل على تكييف أماكن العمل ومساحاته، مساحات المكاتب وربما ديكور المكاتب، حتى تتلائم مع جيل زاد بحسب تقرير لمجلة فوربس. تقرير نفسه لنفس المجلة قال إنه الجيل زاد بيعتمد على نفسه ويحدد خياراته المهنية والعملية وفقاً لأولوياته. حابة أعرف تعليقك على الموضوع، خاصة بما يتعلق بالمكاتب وبيئة العمل، حتى تصير تتلائم أكثر مع متطلبات جيل زد. خلاص غيرنا شكل المكتب التقليدي القديم، أن الموظف قاعد أكل على نفسه فيه، بقينا قاعدين كلنا على طاولة واحدة، كلنا في ورك سبيس، لأن هم بيميلون أكثر إلى الإبداع. خليني كمان ألقي النظر والضوء على دراسة أجرتها ديلويت على أكثر من 44
40 دولة وبتتضمن 15,000 شخص في هذه الدراسة، واللي أكدوا على أن هم 74% منهم بيبحث عن الميننج أو المعنى في العمل، يعني وبيميل أكثر إلى أن هو يكون في سيلف ليرنينج أو هو يتعلم بنفسه ويقدر أن هو يضيف في مكان عمله. فطبعا أكيد هو لازم المكان المؤسسات والشركات دلوقتي تعرف أن الجيل ده لابد من إحنا نقدر نتكيف معاه، لأن أنا زي ما قلت هو شريحة كبيرة جدا، مش هقدر أن أنا أفضل حطت راسي في الرمل زي النعامة وأقول لا هم لازم يتكيفوا، لا هم مش لازم يتكيفوا، لازم يحصل زي ما نقول كده في منطقة في النص ما بيننا إحنا الاثنين، إحنا لازم نشوف الجيل ده ايه اللي هو محتاجه علشان نقدر احنا كمان نستغل مهاراتهم ونقدر احنا كمان نطلع الحاجات اللي موجودة جواهم. وبالمناسبة هو في الدراسة نفس الدراسة اكدت على ان 46% منهم بيعاني من القلق والتوتر داخل بيئة العمل لعدم فهم اصحاب الاعمال لما يحتاجوا به. وعلى الجانب الاخر اصحاب الاعمال اكدوا على ان هم بيعانوا من تمرد جيل زي، وان هم بيلجأوا الى الاستقاله وترك مكان العمل حتى من قبل من هم يقولوا هم عايزين ايه. ليه؟ لان هم بيفتقروا الى مهارات التواصل، ولكن من رايي انا الشخصي ما لا يفتقروا الى مهارات التواصل ولكن يتواصلوا بصوره مختلفه تماما. طيب لو احنا عكسنا الموضوع وبيكون السؤال كيف يمكن انه تتصرف مع الموظف الاكبر منك في السن اذا كنت انت المدير الصغير؟ طبعا الإجابة راح تكون في هذا الفيديو الثاني اللي على السوشيال ميديا من صفحة Enterprise Pro 84. أنا مدير وعندي موظف أكبر مني بعشرين سنة، شلون أتعامل معاه؟ المدير الصغير في السن ينحرج في التعامل مع الكبار ويتجنب يعطيهم أوامر. احترم سنه وقدره، ولكن تذكر هو موظف عليه واجبات وأنت مدير عليك أنك تتابعه. يبدو أن الجميع لا يحبون الأوامر، ولا حدا على اختلاف الأجيال. بالضبط، ولا حدا بحب يتلقى الأوامر. بس إحنا على كل حال مشاهدينا أيضا سألنا المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي زميلك أو مديرك الأصغر منك سنا بكثير، شو هو التحدي أو ما هو التحدي الأكبر في العلاقة معه؟ طبعا كثير من الإجابات. بشير يقول التقارب الفكري أكبر معاناة ممكن تواجهك، خصوصا إذا ما كان في احترافية في العمل، ورح تعاني من اختلاف وجهات النظر وممكن العناد. رؤى تقول أيضا إن التحدي الأبرز بيكون بحال كان شخصية صعبة وهون العمر ليس له علاقة. وأيضا رزان بتقول العمر ربما يسبب اختلاف في التفكير وهو التحدي الأكبر دائما. يعني فعلا مختلفين بين العمر عامل مؤثر أو العمر غير مؤثر. طيب نرجع إذن لمدربة الحياة فاتن. فاتن شو رأيك في هاي التعليقات وحتى في عكس الموضوع على ما يبدو بالفعل بأنه يعني من الصعب تلقي الأوامر من كلا الطرفين من الأكبر ومن الأصغر كمان، خصوصا بجيل زد. خلينا نحكي إحنا الجيل اللي قبل متعودين أقلمنا متعودين على أقلم تلقي الأوامر تلقي الأوامر. إحنا بنأخذ من 9 لـ 5، إحنا بنقدر إن إحنا كمان نمد ساعات العمل. إحنا مختلفين تماماً عن جيل زي الذي يكره الهيراركي أو الهرم الوظيفي، فبالتالي لما أنا أجي أقول له إن في واحد أكبر منك في السن فلازم إن أنت تديله الأمر بطريقة معينة هو لا يبالي لده. وعلى الطرف الآخر لو أنا جيت كموظف وعندي مديري من أصغر سنا أو من جيل لي جيت أوجه له ملحوظة هو يرفض النقد قلبا وقالبا، هو يريد أن أنت تقول له آه أنت بتنتقدني، لا أنت ما تنتقدنيش، أنت خليك أوبجكتيف وقول لي إحنا نعمل إيه. فبالتالي هي الموضوع كله بالنسبة لي هيبقى موضوع awareness أو وعي، أن أنا أعلي مستوى الوعي أن إحنا بنتعامل مع شخصيات مختلفة. وده من الحاجات كمان اللي إحنا بنواجهها في الانترفيو يا رب يا ريت، نحن في المقابلات الشخصية لما نيجي نعمل مقابلة لجيل زي بيكون الأسئلة اللي محطوطة على السايكولوجي ليفل أو على المستوى النفسي بتكون مختلفة تماما. يعني معظمهم في الفترة الأخيرة مثلا من كتر التوتر بيكون جايب حد من أولياء الأمور بتاعته معايا في الانترفيو. فتن يمكن مقابلات العمل يعني تكون موضوع مختلف تماما ويمكن أصعب حتى من التعامل مع الجيل زد داخل بيئة العمل لأنها بتمهد لدخولنا بالوظيفة. شكرا جزيلا لك مدربة الحياة فاتن سلامة، كنت معنا من الساحل الشمالي.
في نهاية الفقرة الزميلة ريان ستذكرنا بأسماء الأجيال وتواريخ ميلادها. إليك ريان. شكرا يا نور. وهنا تذكير سريع بأسماء الأجيال وتواريخ ميلادها. نبدأ بالجيل الأكبر سنا، الجيل إكس، وهو الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، ويشمل الذين ولدوا بين عامين 1965 و1981. ويتميز هذا الجيل بالعمل والإنتاج، فحياتهم لم تكن سهلة. وننتقل إلى جيل الألفية، الجيل واي، الذين ولدوا بين عامي 1982 و1994. صنفوا أنهم مدللين وكسولين، لكن الجانب الأجمل أنهم شهدوا عصر التكنولوجيا والعالم الرقمي. وإلى الجيل زد الذي شغل العالم، وهو جيل ما بين 1995 و2010، وهؤلاء يسعون نحو الاستقلالية في الحياة المادية، يعبرون عن قضاياهم ويحرصون على اكتساب الخبرات العملية. أما هؤلاء فهواتفهم الذكية لا تفارقهم أبدا. نتحدث عن أصغر جيل وهو جيل ألفا، مواليد ما بعد 2010، وهؤلاء يعشقون وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يصبح هذا الجيل أكثر الأجيال ريادة في الأعمال. إليكم. أعتقد جيل واي اللي حكت عنه هو نفسه الميلينيوز. ميلينيوز الله يعيننا على التعامل هلا مع الجيل الجديد اللي حكت عنه، وخصوصا بس جيل الفا. ما بنتي جيل الفا وابني جيل زد، والله يعيننا. الله يعيننا. بس ما حكينا عن جيل الديناصور على فكره. طيب مشاهدينا، الان نتوقف مع زوايا المراسلين للمره الثانيه. معنا ندى حجازي من الاسكندريه، ايضا بالاجواء الجميله والشطور والشط والبحر الجميل. وهي وراك يا منوره يا ندى. منوره. وتطورات جديده في قضيه سفاح التجمع، شو التفاصيل يا ندى؟ صباح الخير يا راوية. صباح الخير يا نور. فعلا البحر حلو قوي والجو جميل جدا في اسكندرية. بالنسبة لتطورات قضية سفاح التجمع، فطلبت طليقته بضم حضانة طفلها بدلا من ضمه لحضانة جدته من والده، وده طبعا بسبب ان التأثير النفسي والأضرار السلبية اللي وقعت على الطفل بالغة جدا بسبب تواجده دايما في مسرح الجرائم أثناء تنفيذ والده الجرائم دي، واللي كشفت التحقيقات عن وجود فيديوهات بتثبته. كانت الفيديوهات دي عثر عليها في اللابتوب والهاتف الخاص بسفاح التجمع، أظهرت تواجد فعلا الطفل في مسرح الجريمة. أيضا هي طليقته بترفض ضم الطفل لحضانة جدته من والده لأنها بتبرر جرائم ابنها، وهي شايفة أن دي طبعا بيئة غير صالحة للتربية. الله يعين هذا الطفل على كل يعني التبعات النفسية يلي رح يمر فيها. ندى، رح نروح شوي على موضوع ألطف وأخف، يعني موضوعنا الثاني عن الغش على طريقة اللمبي. احكي لنا شو التفاصيل. فعلا يا نور، في سيدة قررت أنها تعمل زي عبلة كامل في فيلم اللمبي، واستعانت بمكبر صوت ووقفت بيه جنب لجنة الامتحان بمدينة المنصورة، وبدأت أنها تقول إجابات امتحان الكيمياء. طبعا من الواضح أن السيدة دي ليها ابن في اللجنة، ونتيجة الواقعة الغريبة جدا دي وزارة التربية والتعليم قررت أنها تشكل لجنة خاصة لتصحيح أوراق طلاب هذه اللجنة بشكل خاص، وإذا تطبقت إجاباتهم بشكل يثبت الغش الجماعي سيتم إعادة الامتحان لكل طلاب هذه اللجنة في الدور الثاني. وطبعا دلوقتي بيتم التحقيقات علشان يتخذوا الإجراءات القانونية في هذه طريقة مبتكرة. عن جد طريقة مبتكرة، ومتأثرين كتير لمبي وعبلة كامل. منيح بس ما اعطته، ما اعطت ابنها مطوتك في جيبك ومش عارفه ايه بعد الامتحان.
طيب نشكرك جزيلا. سندوتشتك في ايدك بالضبط ومطوتك في جيبك. شكرا جزيلا لك ندى حجازي كانت معنا من الإسكندرية. شكرا. شكرا لك. ومشاهدينا ننتقل الآن إلى أخبار أو فقرة الرياضة. عقب مباراة سلوفينيا في دور 16 من يورو 2024 قال رونالدو صراحة إن بطولة يورو 2024 ستكون الأخيرة له مع البرتغال. لكن بعد الخروج من فرنسا في دور ربع النهائي لم يحسم روبرتو مارتينيز مدرب الفريق مصير القائد، وقال في رده على أحد الصحفيين إنه لا يزال من المبكر الحديث عن الأمر في الوقت الحالي. يورو 2024 لم تكن أفضل بطولة لرونالدو، وهي أول بطولة كبرى في مسيرته الدولية لا يسجل فيها هدفا واحدا. وفي خبر آخر لطيف مشاهدينا، جمهور ويمبلدون يتحول إلى كرة القدم أثناء مباراة ديوكوفيتش مع ورود أنباء فوز إنجلترا على سويسرا، طبعا التأهل لنصف نهائي يورو 2024. لكن الهتافات تسببت في توقف المباراة لفترة قصيرة، فلنتابع. وفي فقرتنا الرياضية اليوم ينضم إلينا هنا في استديو صباح العربية الصحفي الرياضي منير رحومة. أهلا وسهلا فيك منير. مرحبا نور. مرحبا. أهلا وسهلا. بخير الحمد لله. شو راح يصير بي رونالدو؟ والله طبعا مسكين رونالدو لأنه سيعتزل؟ أي طبعا على مستوى الأوروبي هذه آخر مباراة بالنسبة لكريستيانو رونالدو. طبعا نعرف أنه العمر خلاص تقريبا على أبواب الأربعين، يعني تقدم في العمر. يمكن أن نشاهد كريستيانو رونالدو في كأس العالم بأمريكا 2026 طبعا، يمكن على أساس أنه يعني خلال سنتين فقط يعني بالضبط، يعني على أساس أنه طبعا لاعب لا يزال يعني يحافظ على لياقته البدنية ولا يزال لاعب يعني يتبع بكأس يعني العالم. ما بيكون في عمر معين مسموح فيه انت ولياقتك البدنيه انت ولكن الامور ولكن يختر تختلف مع اليوروز، لازم يكون في عمر معين ولا نفس الشروط؟ نفس الشروط طبعا في كره القدم. بس هي كون الامور مفتوحه لو حتى عمرك 50 60. بس هو كون انه كاس العالم راح يجي بعد سنتين، ولكن كاس الامم الاوروبيه بعد لسه اربع سنوات. طبعا الفرص صعب وصعب جدا ان يكون كريستيانو موجود كاس العالم. ماذا قلت كاس العالم 2026؟ لانه كريستيانو رونالدو علامه تسويقيه كبيره بالنسبه لي أمريكا، بالنسبة لكأس العالم، الفيفا، الولايات المتحدة الأمريكية. هو تحول لبراند مع ميسي طبعا، فأمر مهم جدا. لكن في النهاية كريستيانو رونالدو في هذه البطولة، بطولة أمم أوروبا، ودعناه من ملاعب الأوروبية لأنه وداع حزين خلينا نقول، وكان بالدموع بالنسبة لكريستيانو رونالدو. لهنا هذه رابع بطولة على مستوى العالمي، بطولة أمم أوروبا مرتين وكأس العالم مرتين، لم يقدم أي شيء، مرحلة سلبية. دائما نقارن كريستيانو رونالدو بميسي الأرجنتيني غريمه التقليدي، ميسي الذي يشارك الآن في كوبا أمريكا ويحقق نتائج إيجابية، فهذا ما يجعل المعادلة صعبة. هلا احنا خلينا نكون صريحين، يعني خلينا ننهي الحكي عن النجم الكبير رونالدو، ولكن يعني هو قدر انه يوصل اماكن ويمد مسيرته المهنيه في كره القدم اكثر من ربما اي احد مر على هاي اللعبه يعني في التاريخ. احنا على كل حال بدنا نروح لموضوع اخر. نرحب بريان طبعا زميلتنا ريان ايضا. مرحبا. مرحبا ريان. استاذ منير. ايوه ريان. طبعا ريان هي مشجعة المنتخب الفرنسي، ومن حظها المنتخب الفرنسي موجود في الدور نصف النهائي. بس اللافت مش انها بتشجع المنتخب الفرنسي، انها مهتمه بالرياضه وناوي على عكس انا وياكي. انا والله ما يعني لنكون صادقين معك، نحن كان عندنا توتر من فقره الرياضه، معلوماتنا الرياضيه كانت بحاجه لانعاش شوي. ريان لا بس ريان مهتمه حتى على المستوى الحرفي يعني. مزبوط. انت بتلعبي
سابقا يعني ما الان للامانه لكن مهتمه بالمتابعه وكذا يا رويا. طيب قبل ما نتحدث من الموضوع احنا طبعا سالنا او هذا هو السؤال، النساء لا تهتم بمتابعه الرياضه، ما رايك في هذه المقوله؟ احنا سالنا الناس في لبنان، خلينا نشوف شو اجابوا. مقولة بتقول إنه النساء لا تهتم بمتابعة الرياضة، شو رأيك؟ أكيد غلط، الرياضة هي كل شيء للصغار وللكبار وللنساء. It's the mentality of people كيف بيفكروا، ولازم نحن نشجع الرياضة. النساء هن اللي بيهتموا بالرياضة، الرجال هن اللي رايخينا. بتعرفي صار السوشيال ميديا عم تلعب دور، يعني كله عم بيكون ينزل بيكون الفورم منحوت، فبتحسي إنه عم يعطوا كثير إفورت هلا تيصيروا يعني بادي بيلدينغ وهالأشياء. يعني في منهم هيك في منهم هيك حسب كل مرة، يعني في عندك مرة بتحب الرياضة، في عندك مرة ما لها خلق تعمل شيء. لو بتحب جوزها تتابع الرياضة. النساء بتهتم بالأيروبكس بالزومبا بالجيم شوية. المرة عندها انشغالات تانية، يعني البيت الأولاد الأمور الخاصة يعني بكتير إشياء. طيب نعود إذن. طب ريان أنت شو رأيك، هل انتهت مسيرته؟ رونالدو ما لم يعلن اعتزاله أنا ما بعتبر أنه مسيرته انتهت، لكن هنالك لاعبين يعني قد نراهم للمرة الأخيرة، ويمكن أستاذ منير حيورينا توني كروز وغيره من اللاعبين طبعاً. كمان توماس مولر وغيرهم يعني طبعا مودريتش أيضا هذا النجم الكرواتي لعب ريال مدريد في هذه البطولة ودعناه على المستوى الأوروبي تقدم العمر، أيضا مولر في منتخب ألمانيا، توني كروز، حتى الحارس نوير أعتقد أنها آخر بطولة كبير 38 أعتقد نعم. أيضا منتخب فرنسا عندنا اللاعب رأس الحربة المهاجم جيرو، فتقريبا سيفتح هذا المجال قدام هلأ مواهب جديدة تطلع أسماء جديدة طبعا لكن جيرو موجود الآن دائما بانتظار مواهب جديدة. طيب. منتخب فرنسا عندنا مثلا كيليان هو أهم شيء أنه نشجع النساء يهتموا بالرياضة أكثر على فكرة مش بس ممارستها ومتابعتها أيضا حتى على المستوى الحرفي هذا أهم شيء. على كل حال نشكرك جزيل الشكر طبعا الإعلامي وصحفي الرياضي منير رحمه كان معنا في الاستوديو. نعود مشاهدينا إلى موضوعنا السابق في هذه الحلقة، موضوع الاهتمام بالمشاهير. طبعا في لبنان نصيف زيتون ودانييلا رحمة كانوا أيضا على كل لسان. إحنا سألنا الناس لماذا يهتم الناس بأخبارهم وأخبار باقي المشاهير، دعونا نتابع ماذا قالوا. ننبسط لأنه بالنهاية هذا شخص صار فترة مشهور، هو مطرب بغني وكل الناس بتحضره وبتسمع له يتابعون المشاهير حتى يشوف تسلسل تدرج التطور بحياته. هيدا من الفراغ اللي عندهم لأنه هني ما قادرين يحققوا الشيء اللي هني بدهم يوصلوا له، بيجربوا يشوفوا الحياة الثانية in virtual life عند المشاهير. في ناس بتحلم تصير توصل مثلهم حلو تمام، في ناس بتحبهم بس انتبه اللي بيحب يغار. العالم كلها بتحب تنضم للمشاهير وتصير مثلهم يعني حشرية. بطبيعة الناس هن حشريين بحبوا يعرفوا الأشياء الخاصة بطبيعتها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. لدينا موضوع قد يعني بالفعل يكون في جانب مؤلم لأنه بالفعل لحظات مؤلمة عاشتها الفنانة اللبنانية نادين الراسي وهي تحاول منع أم من تعنيف طفلها. الفيديو الذي شاهدناه وكان مثير للجدل أظهر الفنانة اللبنانية نادين الراسي وهي تصرخ بوجه الأم لتتوقف عن ضرب طفلها. بالفعل طبعا الأم التي تبين أنها سورية حاولت الرد على تأنيب الراسي لكن الفنانة أصرت على حماية الطفل. طبعا الفيديو أثار جدلا واسعا وفتح باب السؤال حول إمكانية التدخل في حماية الأطفال الغرباء من العنف. ليه عم تضربي ابني؟ ليه عم تضربي ابني؟ ليه؟ قالت لي لهون، ليه عم تضربي ابني؟ ليه؟ شرحي شرح، تضربي ابني؟ وليه أنا محروم من أولادي؟ عم تفهم إيش يعني يكون عندك ولد؟ ما
حرام حبيبكم على كذب كذب ما بحقلك تبدري ايدك عليه. يعني فيديو نوعا ما مزعج صح بكل هذا الصراخ سواء كان تعنيف الطفل او حتى الصراخ اللي عم بيصير. انا اكثر شيء لفتني لما نادين كانت عم تقول انا محرومه من اولادي، كانت عم تعمل يعني اسقاط، هي حسيت اللي عملته جايه من وجع داخلي هي عانت منه، قالت انا محرومه من اولادي وانت عندك طفل وعم تضربي. انا يعني هذا كمان اثر فيه بالفعل، يعني هو شيء مؤثر جدا. وهي اصلا هذه قضيه مهمه جدا، احنا كنا واحنا صغار مسألة تعنيف الأطفال كانت شيء طبيعي بالأجيال السابقة، طبيعي وعادي، يمكن كلياتنا انضربنا نوعا ما، بل كنا نقول الضرب بعلم. مزبوط، بس هلأ لما تطلع على الجيل الموجود الآن، يعني بدناش نقول إنه ما في، هاي ظاهرة موجودة والدليل هي قدامنا، ولكن قلت نوعا ما، صار في وعي عنها. بالضبط. عن السؤال الأهم ربما والأعرض، هل يحق لشخص غريب يتدخل لوقف تعنيف طفل من قبل أبوه؟ وهل هذا التعنيف يدخل في إطار التربية، الحدود المسموحة؟ ما بعرف شو رأيكم. أنا برأيي اسمحوا لي إنه بهالوضع كيس باي كيس، حسب قديش علاقة الجار، هل هي علاقة ودية قريبة أنت وجارك، هل أولادك بيلعبوا مع أولاده وبتمون عليهم تتدخل، أم هي علاقة بعيدة ما بتعرف جارك بتعرفه هلأ اليوم، يعني في كتير من المناطق وبلاد صريح حنين ما بعرفوا بعض الجيران، فهذا بيعتمد قديش القرب بين الجيران. بس درجة الخطر اللي بتعرض لها الطفل كمان بتلعب دور، يعني ممكن صحيح. احنا حضرنا هذا الفيديو في لبنان، في لبنان يعني تقرير لليونيسف ب 2021، وبعيدا عن الجنسية للطفل، طفل من كل اثنين من كل طفلين يعني يتعرض لتعنيف جسدي نفسي او جنسي في لبنان. طبعا لبنان ها نصف العدد بالضبط، فنحن ما عم نحكي عن لبنان ك يعني كحالة، بس هو موضوع موجود في أزمة ووقائع واضحة في دولنا، ممكن في دول العالم كلها. درجة الخطر اللي بتعرض لها الطفل بتلعب دور بالتدخل لكن القانون التدخل. كمان القانون أكيد له رأيه بالموضوع، يعني قانونيا كل الدول العربية كل دولة عندها قانون لحماية الأطفال حتى من الأطفال من أبائهم طبعا، لكن هو قانون التدخل. أنا قصدي يعني هي القصة إنه ليث قال إنه كل حالة بحالتها، مش معقول مثلا أنه أولا يعني في فرق طبعا بشكل التعنيف، ممكن أم بتصرخ على أولادها، بتحاول أنه مثلا تتحدث معهم بصوت عالي، أمي يعني في أمهات بتفقد أعصابها من تصرفات بعض الأطفال، ده لا يعني لا يعني ما ينفعش أقارن حالة زي دي أو أحكم على الأم بأنها طبعا يعني، فهي فكرة أنه حالة بحالة. فكرة القانون كذلك موجودة النهاردة في الدول العربية، الكثير من الدول النهاردة بقت بتحمي الأطفال، وفي مؤسسات مختصة وفي خطوط ساخنة كذلك يمكن التواصل معها. أعتقد أنه المسألة ما نقدرش نعطي فيها حكم عام، لكن تظل في مسألة مهمة للغاية، أنا ممكن أتدخل وتسبب في المزيد من الأذى في بعض الحالات. طريقة التدخل، هل أتدخل صحيح؟ أنا بنفس شخصياً ولا أكلم المختصين أو أطلب الشرطة مثلا؟ صح. أنا مرة طلبت الشرطة ولكن مش لتعنيف، تعنيف أسري مش لتعنيف أطفال. طبعا أنا ما قدرتش أني أنا أدخل نفسي ولكن طلبت الشرطة، هل هذا هو التصرف السليم ولا في بعض الأحيان لازم أدخل أنا شخصيا؟ على كل حال بس في شغلة برضو لفتتني بهالفيديو من زاوية تانية، إذا سمعتوا نادين شو قالت، نادين الراسي قالت تخيلي ابنك أنت بتضربيه هلأ، بكرة إذا صارت معاه مصيبة مش راح يحكي لك لأنه خايف تضربيه. برضو هذه نقطة مهمة، خلينا نشوف الفيديو مرة ثانية. يا ريت يا ريت الصوت يا عم تضربي ابنك، يا عم تضربي ابنك، قلبي لهون يا عم تضربي ابنك، تضربي ابنك ولي انا محروم من ولادي، عم تفهم ايش يعني يكون عندك ولد؟ سألنا متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، لو كان هناك طفل في محيطك يتعرض للتعنيف من قبل أهله هل تتدخل؟
لطيفة تقول أكيد رح أتدخل، من المهم أنه نحمي الطفل من أي أذى أو إساءة، إذا كنت بقدر رح أعمل هيك فوراً. ورياض يقول مشاهدينا طبعاً التدخل وأجل، لكن مش بشكل شخصي، يعني ممكن أبلغ البوليس أو الشرطة وهو اللي يتصرف. تعليق من أبو الهدى يقول لا شك أتدخل، لكن التدخل يكون بحكمة ونصح وهدوء وحفاظ على الخصوصية. كيف يمكن برأيكم نوازن بين أنه نتدخل ونحافظ على الخصوصية بنفس الوقت؟ هدوء يعني احنا صعبة مش سهلة على فكرة، مش سهلة صعبة. وكمان في الفيديو منفت أنه كمان وجه الطفل بين، هذا كمان بيعرضه للمزيد من الخطر. مرات محاولة المساعدة بتخلق مشكلة أكبر، مثل ما كنتوا عم تحكوا. على فكرة هو يعني إذا منفكر بالولايات المتحدة أو في أوروبا، هناك قوانين صارمة، يعني الدولة ومؤسسات الدولة اللي تعنى بالطفل، مؤسسات الاجتماعية ممكن تسحب الطفل منك، يعني تجردك من، وصارت بكتير حالات بسبب التعنيف. لكن هنا أتذكر مشهد في مشهد والأطفال كانوا يستغلوها في بعض الأحيان، يطلب الشرطة لمامته لأنها بتعنفه باللفظ والصراخ وما إلى ذلك، وبيقول إنه ضربتني، إنه هي يعني ما أدش واجباته المدرسية وما إلى ذلك. فيعني لكن هنا في نقطة مهمة مرتبطة بمجتمعاتنا، إحنا مجتمعاتنا مجتمعات متماسكة بشكل كبير وقريبة إلى حد ما من بعضها. يعني إحنا النهاردة بغض النظر عن كوننا مغتربين من، لكن في حياتنا الخاصة في دولنا نفاجأ بأنه الشارع غالبا كله يعرف بعضه، والمدينة والعمارة كلها تعرف، ففي ترابط غير مثلا، وعمك بيضربك وخالك ممكن يضربك والجار اللي مارق مجتمع عاطفي ضرب تحسبا. حلو. أنا أول مرة أضرب فيها بجد كان من جاري، يعني كمان مش والدك، أنا وابنه كنا أصدقاء وبنلعب، فتسببنا في أن إحنا كسرنا زجاج إحدى السيارات يعني. فضربت منه مش من والد، وما بالمعية بقى، وبالمناسبة بس ما فيش فكرة أنه نستنى لحد ما أبوي يجي. شو كان رد فعل؟ خلاص إحنا نربيه، كمل كمل. طبعاً بكلمك بصوت. بالضبط. مجتمعاتنا، وشوفي عشان برضو نكون مش يعني مش لينا علاقة بحديثنا بواقعنا وبعالمنا العربي، ليس كل التربية، أنا مش بكلم على العنف، لكن في بعض الأحيان لما بيحصل موقف وحد بيلفت انتباهك حتى بصوت عالي أو بشيء ما، ده بيربي فيك برضو شيء من القيم أو شيء من المنظومة الأخلاقية مع الوقت أنت بتتفهمها وبتعرف. أنت لسه راح تصير، بس الزمن اتغير يا أسامة. هو لسه راح يصير أب بإذن الله قريبا، وراح تشوف إذا راح قلبك راح يطاوعك تضربه ولا لا. لا لا، بس أنا مش بكلم على العنف كضرب، أنا مش بتكلم على الضرب، أنا بكلمك على في بعض الشدة الأحيان، في بعض الشدة في بعض الأحيان، توجيه عقاب بدون ضرب. لا، ما حدش بيتكلم في ضرب، انا بتكلم في فكره انه في بعض الاحيان، لانه خلينا نكون صادقين، هذا الجيل الجديد فكره انه نروج له دائما بانه هو اسمى من ان يعنف لفظيا، حتى اسمى من ان توجه له نصائح. لا، هذا شيء تجرح مشاعره، يعني لا. ممنوع حتى تجرح مشاعره، فبيطلع كتير رقيق، يعني لن يستطيع صعب بعدين الحياه. على كل حال احنا وصلنا لنهايه حلقتنا مشاهدينا.